بسم الله ان شاء الله. موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده على الياسمين، طريقه الري، طريقه التسميد، طريقه الاكثار، طريقه الري الصحيحه امتى، ازاي احافظ على نبات الياسمين عشان يديني كميه الزهر زي ما حضرتك شايف كده، تمام. ايه افضل ميعاد للري؟ تابعوا الفيديو للنهايه. يلا بينا. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، كل عام وحضراتكم بخير. انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر. باذن الله موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده هنتكلم على نبته من النباتات الروائح الجميله اللي لا غنى عنها في المنزل عندك في البلكونه. طبعا هي من النباتات المشمسه، طبعا انتوا عرفتوها، هو الياسمين البلدي. وطبعا الياسمين ليه كام نوع يا جماعه. هعلم حضرتك ازاي لو انت اشتريت نبته من المشتل تنقلها ازاي، ونوع التربه اللي انت تستخدمه ايه. هعلم حضرتك ازاي طريقه الري، طريقه التسميد الصحيحه، وقت الري الصحيح علشان ما يحصلش نواشف للبراعم الجديده، وتحافظ على اقدر كميه، ان يبقى عندك اكتر مدى من الزهر موجود. بس طبعا انا ليا رجاء بعد اذن حضراتكم انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل وتعملوا مشاركه للفيديو، لان باذن الله انا ما بتاخرش على حضراتكم في اي معلومات. انا طبعا بجيب لكم من عندي من داخل المشتل، وانا زي ما انا ذكرت قبل كده ان انا راجل صاحب مشتل، اي معلومه او اي نبته انا عندي في المشتل بعمل لكم عليها فيديو بفضل الله للكل يستفاد. فرجاء ما تنسوش الاشتراك في القناه. طيب تعالوا بقى اعلمكم ازاي لو حضرتك جبت نبته مثلا في صفيحه زي دي كده. مثلا انا عندي دلوقتي النباتات في المشتل عندي في صفيحه زي دي كده، دي نبته الياسمين. تعالوا بقى الطريقه بقى ان احنا ننقلها في حوض او في قصريه كبيره، ايه الطريقه الصح، ايه الطريقه الصحيحه، طريقه النقل. بسم الله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا جبنا نموذج عندنا، تمام. لازم يا جماعه يبقى الاخرام زي ما حضراتكم شايفين كده، الاصاري لازم تبقى متخرمه من تحت بنفس الوضع ده كده عشان تعمل عمليه تسريب للمياه، ما يحصلش تعفين في الجذور. دي مهم جدا عشان في ناس بتغلط، ممكن تشتري من صاحب المحل وممكن بعد الاصاري بتيجي مش متخرمه، فلازم حضرتك ان انت بتخرمها، تمام. وادي التربه، هنبدا دلوقتي طبعا نعمل عمليه النقل. ادي التربه اللي احنا بنستخدمها، طبعا البيتموس، يفضل البيتموس طبعا لان معظم الشتلات بتيجي في طمي او في رمله، فانت كده بتعمل لها عمليه تجديد للتربه. وطبعا انا قبل كده ذكرت ان تربه البيتموس، تمام، من المهمه جدا او مفيده جدا لجذر النبات، ما بيجبروش نماتوده، ما بيعملوش عمليه تعفين، بحافظ على النبات لاكبر مدى. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا جبنا ادي فتحناها من الصفيحه، لازم يا جماعه ما تتفرولش زي ما حضراتكم شايفين، تمام. زي ما حضراتكم شايفين ادي الجذور بتاعتها، لازم ما تتفرولش. وقت لو اتفرولت هيحصل عمليه نواشف للاوراق وممكن النبات يتسبب في الموت، تمام. طب ادي حضراتكم زي ما انتم شايفين كده نقلناها، تمام، زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت احنا بعمل نموذج، ممكن حضرتك تجيب حاجه اكبر شويه مفيش مشكله، ممكن حضرتك تجيب حاجه قصريه اكبر مفيش ادنى مشكله عندك ان انت تجيب قصريه اكبر او ممكن حوض اكبر، بس انا بديك نموذج عندي طريقه النقل ازاي الصحيحه، تمام. وبعد كده بتبدا حضرتك تدك في الفراغات كده، مهمه جدا موضوع الفراغات دي يا جماعه انك تدك علشان ما تعملش عمليه تهويه للنبات، تمام. زي ما حضرتك شايف كده، تمام، زي ما حضرتك شايف. اهم حاجه يا جماعه انك تدك كويس الفراغ دي، لازم تملاها بيتموس. وطبعا لو ما عندكش بيتموس يبقى رمله وطمي، ما انصحش بطمي بس، لان طمي بيعمل عمليه تجميد للجذر، تمام. لكن البيتموس والرمله بيمشوا بسرعه في الجذور، تمام، زي ما حضرتك شايف كده. خلاص احنا كده خلصنا، تمام. طبعا لو في اي حشائش مؤذيه زي دي كده لازم تتشال، طبعا بيجيب لازم حضرتك تتشال اول باول عشان ما تملاش عندك الاصاري، ولازم تعمل عمليه دك بعد ما بتخلص كده، تمام. خلاص احنا كده خلصنا نقلان شتله الياسمين. تعالوا بقى اعرف حضراتكم ازاي طريقه الري وطريقه التسميد، يلا بسم الله. طبعا بعد حضراتكم طبعا عرفتكم لو حضرتك جبت نبته من المشتل نبته الياسمين، عرفت حضرتك طريقه الري وطريقه التربه اللي احنا بنستخدمها، اللي هو يفضل البيتموس يا جماعه، افضل تربه انك انت تستخدمها البيتموس. طبعا الياسمين من النباتات العطريه الفواحه. طبعا يا جماعه النبات ده نبات مشمس، بيحب الشمس، لو عند حضرتك ظل ما انصحكش ان انت تجيبه، ممكن يبدا يشتغل عندك، بس يشتغل ورق لكن ما يشتغلش ظهر،
تمام، يعني دي معلومه برضو خدها كصاحب خبره في مجالي. ممكن حضرتك ممكن يجي في عندك واحد يقول لي انا البلكونه عندي بتيجي ساعه او ساعتين، ساعه او ساعتين مش هتديك كميه زهر زي ما حضرتك شايف كده، لان ده نبات بيحب الشمس، نبات بيحب الشمس تمام. طريقه الري انا ادي في الصيف يوم ويوم، في بعض البلاد العربيه ممكن تدي كل يوم لو عندك درجه الحراره شديده ممكن ان انت تدي كل يوم ميه. طريقه الري انا اسقي الصبح بدري يا اخر النهار، ويفضل في الصيف ان انت تصحي تسقي الصبح بدري علشان خاطر لما يجي درجه الحراره وقت الظهيره يبقى تلاقي ان النبات مصحصح ومرعرع مش بعد ما تعدي وقت الظهيره تروي. فانا افضل في الصيف ان انت تروي النبات الصبح بدري افضل حاجه تمام. طيب الري ازاي؟ احنا طبعا بعد ما خلصنا النقلان زي ما حضرتك شايف كده تمام لشجره الياسمين، وطبعا انا قلت ان هو شجره من الاشجار المتممنده او المتسلقه تمام. خلاص احنا خلصنا دي، لازم بعد ما حضرتك جبت الشتله لازم انك انت ترويها، ويفضل بلاش الميه تيجي على الاوراق، يفضل بلاش الميه تيجي على الاوراق زي ما حضرتك شايف كده. احنا خلصنا، انا بس الميه لو اجت كده غلط يا جماعه الاوراق، خلي الري بتاعك من تحت كده زي ما حضرتك شايف تمام. ده الري تمام. خلاص احنا خلصنا النقلان، وعرفت حضرتك طريقه الري الصحيحه لنبته الياسمين، وانا قلت ان نبته الياسمين عشان تاخد منها ريحه وزهر لازم تبقى في مكان مشمس، هي بتحب الشمس، ممكن حضرتك تمشيها على تمشي على ارتفاعات ممكن توصل لأربعة خمسة متر على الأسوار. بسم الله ما شاء الله من النباتات اللي بترمي كمية زهر شديدة جدا أو بكثرة. طبعا في أنواع تانية من الياسمين، بس احنا اللي معانا ده اللي هو الياسمين البلدي اللي هو يعتبر أي حد بيستخدمه عادي، مش حساس للدرجة يعني. طيب ايه نوع السماد اللي أنا بستخدمه؟ أنا بستخدم حاجة من العناصر، يعتبر الحديد هو أفضل سماد أنا بستخدمه عندي، وأنت حضرتك لو رجعت في الفيديوهات عندي هتلاقي إن أنا أكتر استخدامي هو الحديد، لان ما لو في اصفرار للورق بيعالجه، لو بيرمي كميه زهره حلوه جدا فبينشط جذر النبات، فده افضل حاجه انا بستخدمها بصراحه كتسميد للري. كل 15 يوم ابدا ان انا اسمد الحديد. يا جماعه تعالوا بينا اوريكم ازاي طريقه تسميد الحديد. يلا طبعا الحديد انا بقول لحضرتك يكون عندك ازازه زي كده مثلا 2 لتر تمام، وهتلاقي صوره الحديد فوق، هتلاقيها فوق عندي في الفيديو، وتحط فيه معلقتين او ثلاثه شاي بنفس الوضع ده كده، وبتبدا ان انت كل 15 يوم تروي اي زرع عندك، اي زرع عندك مش شرط زرعه الياسمين، لو زرع داخلي لو زرع خارجي لو اي زرع عند حضرتك انت بتبدا ان انت ايه تروي. طيب انا باجي هنا تحت كل 15 يوم زي ما حضرتك شايف، وببدا ان انا اسمد تمام. طبعا على قد بقى المقدار اللي عندك، الاصريه اللي عندك، شوف هتاخد قد ايه، هتاخد نص لتر هتاخد لترين زي ما ايه زي ما يعني على قد حجم الاصريه. طبعا احنا خلصنا التسميد، وهتلاقوا طبعا صوره الحديد هتلاقيها فوق. طبعا طريقه التعقيل ازاي؟ طبعا افضل طريقه في شهر امشير، يعتبر بدايه شهر 3 او من نص شهر 2 وانت راح لعند نص 3، ده افضل ميعاد ده يا جماعه للناس اللي لو غاويه حضرتك عندك في البلكونه او في المنزل عندك عايز تعقلها، تيجي تاخد عقله زي ما احنا خدناها كده تمام، زي ما حضرتك شايف، يبقى ارتفاعها مثلا 20 سنتي، وبتكون حضرتك مجهز نموذج زي ده كده تمام، وتبدا ان انت تغرز العقله تمام، وتحطها في مكان ما يكونش عليه شمس شديده، وكل 15 يوم تديها ريه بسيطه خالص. ولو حضرتك عايز تعمل عمليه تدفئه حضرتك ممكن تحط كيس بلاستيك او ازازه بلاستيكه فوق كده تمام حضرتك، وتعمل عمليه تدفئه ليها. طبعا خلاص باذن الله انا علمت حضراتكم طريقه العقله وطريقه الري وطريقه التسميد. نبات الياسمين للمره تاني بقرر يا جماعه ان هو من النباتات اللي بتحب الشمس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، وباذن الله هيجي لكم كله جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.